الصبارات اول حاجه بتعلمك الصبر. الجهود من ساعه ما بتحط بذرة عشان يبقى جاهز للبيع بياخد له تقريبا، ده اصغر مقاس عندي، بياخد له تقريبا 4 سنين. حكايه هلال كاكتس بدات من وانا صغير خالص، بدات وانا عندي تقريبا 5 سنين. كنت شخصيه خجوله جدا، كنت بتكسف جدا اطلب من بابايا اي فلوس. كان عندنا مزرعه اصلا متخصصه في نباتات الزينه، قلت له بص يا بابا انا هزرع حاجه ولما هزرعها هبيعها واخد فلوسها. فكانت اول زرعه زرعتها في حياتي كان عود صبار. ابتدت تكبر وابتدت احس ان اشوف لها اشكال جميله، ابتدت تظهر وانا عندي مثلا 7 8 سنين. ابتديت احاول الاقي اي كتاب فيه اي معلومه عن الصبار، ابتدي اجيبها واقراها واشوفها. الصبار بيزرع عن طريق البذره، وحديثا بيتكاثر عن طريق التيشو كلتشر. الصبارات بتستخدم في حاجات كتير قوي، يعني في بلاد كتير بتعتمد عليها في الاكل. القيمه الغذائيه للصبار عاليه جدا جدا، عشان هو بيخزن اي كميه عناصر بيقابلها في التربه فبيخزنها بيك عشان يحوشها. كل نبات من النباتات دول هم تقريبا 10,000 نوع، كل نوع منهم فيه ماده فعاله مختلفه عن الماده الثانيه وبتستخدم في علاج معين. حاسس ان انا سعيد في عملي، يعني حتى لقيت يعني بنيت البيت هنا وقاعد في قلب شغلي، ما بحبش اروح. يعني الواحد لما بيشتغل في الحاجه اللي هو بيحبها في الاخر بتبقى هي حياته كلها. انا كنت بحب الصبار لنفسي، يعني انا كنت بشغل كهاوي بحب اجمع الصبارات، بعد كده حبيت انشرها. انا اللي تعبت فيه اكتر ان اعرف الناس الصبار، ازاي اخلي الناس تحب الصبار. والناس اللي غاويين صبار كلهم بيحبوا الجمال، تلاقيهم دايما عينيهم شايفه الحاجه الحلوه، شايفه الجمال في الحاجه الصعبه. الناس واخده فكره وحشه قوي عن الصبار ان هو نبات مقابر ونبات تراب ونبات شوك. هو نبات اصلا بره، اي حد حاطط في المكتب بيحط جنبه عود صبار عشان هو بياخد الطاقه السلبيه، بيسحب الطاقه السلبيه. انتوا عندنا هنا في مصر لا، اعتقادات خاطئه. اللي انا نفسي اعمله اعمل حديقه للصبار كبيره عالميه، تبقى مزار سياحي الناس تيجي من العالم كله تيجي تتفرج عليها. الجو عندنا مناسب جدا للصبارات اللي حول العالم كله، وخاصه في الظروف اللي احنا داخلين فيها دي، ظروف شح المياه والتغير المناخ. صبارات طبعا بتديك اجمل منظر باقل كميه ميه باصعب ظروف بيئيه. هي ان شاء الله المستقبل.